معنا للتعليق على هذا الخبر اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المركز المصري للشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك أستاذة رانيا والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الحقيقة زي ما احنا كنا لسه بنقول، حرب الشائعات المغرضة موجودة وتلاحق الدولة المصرية، خاصة وإحنا شايفين طبعا القيادة المصرية يعني بتقوم بدور مهم جدا في مشروعات التنمية، وطبعا ده بالنسبة للكثير يعتبر شيء يعني مرفوض، ويحاولون يعني تفتيت أركان الدولة المصرية، ولكن الحمد لله هيهات، يعني احنا يعني يقظين لهذا الأمر. تفضل يا فندم. والله أنا عاوز أقول أن الشائعات لها هدف، هدف هذه الشائعات هو قبض الروح المعنوية للشعب، فقد الثقة ما بين الشعب وبين حكومته وبين قيادته السياسية، وبالتالي بيتم زرع اليأس، وعندما يزرع اليأس تنمو الفوضى ويعم الخراب. كل إنجاز بتحاول بعض الجماعات، ونحن كلنا عارفينها، بإطلاق مثل تلك الشائعات، ولكن بنلاقي أن الجهات المختصة، بنلاقي مجلس الوزراء بيقوم، وبنلاقي المسؤولين كله بينقض وينفي مثل تلك الشائعة. نعم. ونقول الحقيقة في ذلك، وبالتالي هنا كيفية مجابهة الشائعات هو أن يقوم المسؤولون كما حدث اليوم من قبل مجلس الوزراء بدحض هذه الشائعات ويقول الكلام الصحيح. لكن هو في سؤال، لماذا تكثر الشائعات بالضبط يا فندم؟ تكثر الشائعات لأن مصر منذ أيام محمد علي لم تشهد حركة تنموية مثل ما يحدث الآن. صحيح. إحنا خلال 8 سنوات فقط تم إنشاء 30,000 مشروع تكلفت 8 تريليون جنيه. نعم. هذه المشروعات الكبيرة بغرض خلق آفاق وفرص عمل للشباب حتى لا يسهل استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية. وإحنا حتى بنلاقي تنفيذ هذه المشروعات، لأن مصر أستاذة رانيا بتحارب الإرهاب من خلال عمليات عسكرية ومن خلال التنمية. نعم. بنلاقي فينا 312 مشروع بيتكلفوا 195 مليار جنيه، وعند إنشاء هذه المشروعات بيتم انتهاج نظرية الدفع القوية لروزنشتاين رودان، ده عالم في الاقتصاد كبير، بيقول لك لما تيجي تعمل استثمار ما تعملش في مكان واحد، ولكن صحيح. نعمل انتشار لهذه الاستثمارات وهذه المشروعات بنلاقيها في كل ربوع الوطن، وبالتالي بتعم الفائدة على الجميع وليس فئة واحدة. مصر بتحقق العدالة الاجتماعية. نعم. من خلال مبادرة حياة كريمة، إنشاء صحيح. المشروعات لخلق آفاق وفرص عمل، يعني تمكين الشباب اللي هم قاطرة التنمية في هذا التوقيت كما كانوا قبل ذلك، وقود حرب تحرير سيناء واللي احنا على اعتاب الذكرى 49 لها خلال ايام، هم ايضا هم قاطرة التنمية في المشروعات التنموية. طيب. التي تعم ربوع الوطن. جميل. طيب الى اي مدى هذه المشروعات التنموية تعود بالنفع على يعني كثير من الفئات في المجتمع المصري؟ حضرتك اشرت ان الهدف ليس فئة محددة على وجه التحديد، ولكن نعم. جميع فئات المجتمع. يمكن لسه كنت بتكلم دلوقتي عن البناء الاخضر وهذا التقرير الرائع من قبل البنك المركزي، واللي بيركز تحديدا على ممارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان خصيصا لذوي الدخل المحدود. إلى أي مدى يمكن أن تساهم مثل هذه المشروعات التنموية أيضا في الارتفاع بمستوى المعيشة وأيضا الارتقاء بمستوى الوعي لدحض هذه الشائعات؟ هو طبعا الإعلام عليه دور كبير في نشر الإيجابيات وإلقاء الضوء على هذه المشروعات، وخاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر والعمارة الخضراء، وبنلاقي التنمية الشاملة المستدامة. مستدامة يعني بنكلف فيه يعني موارد للأجيال القادمة. مصر الآن بتستفيد من كل مواردها، وكانت هناك موارد قديمة تسمى الموارد غير الاقتصادية. نعم. مثل الشمس. صحيح. الآن بيتم الاستفادة من الشمس في إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة بان بأسوان، وأيضا الرياح كانت لا تستغل، الآن نعم. تم إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من صحيح. طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت في محافظة البحر الأحمر. طب. أيضا الاستفادة طيب. من القيمة المضافة للثروة المعدنية. نحن نعلم، وعاوزين نقول للسادة المشاهدين، مصر هي أكبر دولة
اكبر ثالث دوله في المواد المحجريه والثروه المعدنيه. علشان كده بنحط قيمه مضافه في الرمل الزجاجي. احنا الرمل الزجاجي عندما كان يباع كده بدون اي عمليات كان الطن بيبقى ب 20 دولار. ولما بيتم تنقيته في الخارج ونستورده ثاني بيبقى 150 دولار. طب عايزين نركز يا فندم. عفوا للمقاطعة، عايزين نركز برضو على نقطة مهمة، إنه إذا كانت الدولة تقوم ربما بالتعاون مع بعض الجهات الأجنبية أو بعض الشركات الأجنبية أو الاستعانة بالخبرات الأجنبية، ليس ذلك بالضرورة معناه بيع أصول الدولة. يعني عايزين نفهم السادة المشاهدين إنه ربما يكون هناك لبس ويستغل البعض مثل هذه الأشياء التنموية التي تقوم بها الدولة أيضا، وهي استغلال الخبرات في ربما يعني ترويج هذه الشائعات. لا طبعا، مصر بتقوم بتوطين الصناعه الان باستخدام التكنولوجيا الحديثه والخبرات الاجنبيه. ايضا الخبرات عندما تستخدم لاداره زي مرفق اللي هو القطار السريع او المونوريل، احنا المهندسين وبالمواد الخام بتاعتنا بننشئ كل الفاسيلتيز وكل الانشاءات، وبيتم الاستفاده بخبراء من الخارج في علم الإدارة لفترة محددة حتى نكتسب الخبرة منهم. وبالتالي بنجد في كل الدول في أجانب بيتملكوا بعض العقارات، بيتملكوا المشروعات بالاستثمار الأجنبي المباشر. في ناس في أي دولة ومش هيجي ياخد المشروع ويمشي. صحيح، وهذا هو أمر وهذا هو حال الدولة الآن، أنها تستفيد من الخبرات الأجنبية في كافة المشروعات حتى فيما يتعلق بالموانئ المصرية والاهتمام بتوفير البنية الفوقية كالمعدات الحديثة من خلال يعني هذه الاستشارات وهذه الخبرات الأجنبية. شكرا جزيلا اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المركز المصري للشؤون الخارجية.